هذا الملعب له فضل مش على اللاعبين، على البلد كلها، لانه هذا كان مفتاح بوابة الرياضة الفلسطينية. الملعب هذا كان الحاضن والمطور للرياضة الفلسطينية، ما كانش عندنا غيره. من هنا نشأت الكرة الفلسطينية، كرة القدم الفلسطينية. هذا صاحب فضل علينا كبير 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 كبير. أنا بدخل ملعب اليرموك، يمكن أنا الوحيد في 5000 أو 7000 أو 10000 متفرج بيحضروا المباريات. هم في فكر وأنا في فكر تاني، لأني أنا ببص على النشأة، ببص على مكان المجد، ببص على مكان النجومية، على المكان اللي الحضن الدافئ اللي تم إنشائنا فيه. ملعب اليرموك هو معلم تاريخي من معالم من المعالم القليلة في غزة، يعني هو معلم رياضي، منشأة رياضية مهمة جدا في القطاع الرياضي الفلسطيني بشكل عام وفي الغزي بشكل خاص. هو الملعب الرئيس لكل الأنشطة الرياضية اللي بتصير، هو الملعب الرئيس للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، هو مملوك لبلدية غزة، تم تأسيسه في العام أو إنشاؤه في العام 1952 في عهد الوصاية المصرية، كان يشهد كل الاحتفالات والمناسبات الرياضية والوطنية. الملعب عندما أنشئ كان عبارة عن مدرج فقط لغير المدرج الغربي، قبل أن يتم إنشاء مدرجين إضافيين ليتسع إلى ما يقارب من حوالي 15 ألف متفرج. هي يعني السعة الكبرى لهذا الملعب.